السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من التناصح، حياكم الله ونسألها بأبرز العناوين. غسان سلامة يقول بأن صبر البعثة بدأ ينفد وبدائل الأجسام السياسية الحالية موجودة. نصية يؤكد بأن الفرصة سانحة لاختيار سلطة تنفيذية جديدة والاستفتاء على الدستور. وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تقول إن إيقاف استقبال طلبة التعليم الديني بالمرحلة الأساسية لغرض التنظيم. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأنهم يريدون من مجلس النواب الاستعجال في إقرار الدستور، مشيرا إلى أن صبرهم بدأ ينفد وبدائل الأجسام الحالية موجودة والليبيون سئموا من المراحل المتتالية. وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: كنا في الواقع نستعجل المؤسسات أن تقوم بدورها. مجلس النواب وعدنا بقانون الاستفتاء على الدستور وبقوانين انتخابية منذ مطلع الصيف، ومرت أسابيع وأسابيع وأشهر وأشهر ولم يحصل شيء. لذلك جاءت إحاطة لمجلس الأمن تعبر عن هذا الاستعجال وتنبه كل المؤسسات، مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، بأن صبرنا بدأ ينفد وبأن هناك آليات أخرى ممكنة للدخول في مرحلة المؤسسات الثابتة. وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك من لا يريد التصويت على الدستور مع إنه حق مشروع، وإنهم لا يريدون أن تنقسم البلاد أو يمنع إجراء الاستحقاق بقوة السلاح. لكن هناك في البلاد من لا يريد لهذا النص أن يمر، وأنا أعتقد أن هذا شرعي أن يقبل بالدستور، وشرعي أيضا أن يصوت بلا على الدستور، وهذا حصل في دول كثيرة في العالم. ما لا نريده هو انقسام البلاد على الدستور. نريد لهذا الدستور إما أن يقبل أو أن يرفض بطريقة سلمية، لا أن يمنع إجراؤه بقوة السلاح. ومعنا عبر الهاتف محمود إسماعيل، محلل سياسي، بخصوص تصريحات غسان سلامة في هذا التوقيت. مرحبا، أهلا وسهلا بك. في البداية أستاذ محمود، كيف ترى هذه التصريحات وفي مثل هذه الظروف بالتحديد؟ أعتقد بأن لم يتغير شيء في بعثة الأمم المتحدة. الإجراءات الخجولة هي سيدة الموقف، فبعثة الأمم المتحدة أكثر منها فاعل، هي ناقل لرؤية الدول غالبا وليس لمصلحة الليبيين ولا لرؤيتهم. نعم، هناك تغير شبه جدي فيما يتعلق فيما بعد المدد الأخيرة التي لا تتجاوز شهر، وبدأ واضحا أن هناك البحث عن بديل، ولكن يظل البديل عبارة عن البحث في الموجودين، وهم ما بين النطيحة والمتردية وما أكل السبع. عملية الاختيارات ما بين ثلاثة أجسام، سواء المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة أو مجلس النواب، هذه حقيقة أجسام ميتة لا يمكن التعامل معها، ولا يمكن أن يكون الحل من خلالها مهما كان وكيف كان. لا يمكن أن يكون هناك جدية في تعامل من خلال هذه الأجسام. على الليبيين وعلى المجتمع الدولي أن يساعدهم إذا أراد مساعدة من خلال البحث على بديل قادر على الصمود وقادر على خلق إنتاج. حتى ما بدا من مسرحية إمكانية إقرار مشروع الدستور الذي بدا واضحا أنه لا يراد به دستور، وإنما يراد به فقط الضحك على الدخول من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر. الحلول الميت. نعم، بخصوص الاجتماعات بين الأعلى والدولة ومجلس النواب المنحل، هل ترى بأن هناك رابط بينهما في هذه التصريحات؟ أعتقد أن الجميع متفق على شيء واحد، وهو أن يبقوا ويستمروا جميع الأجسام الثلاث، الجسم التشريعي والجسم البرلمان أو مجلس الدولة الاستشاري أو مجلس الرئاسي، الجميع يريد فقط البقاء. ولذلك يتهرب حاليا ما يتعلق واضحا أن المجلس الرئاسي يتهرب، بدل التعديل في المجلس الرئاسي وفي أعضائه يريد أن يعدل الحكومة فقط. أي نحن باقون باقون باقون، هذا هو ما يتمسكون به، بدلالة أنهم يريدون فقط إمكانية إثارة إمكانية أن يتم تغيير الحكومة أو توسيعتها أو تضييقها. كل ذلك حقيقة حلول
تلفيقية لا يمكن. الواقع أن الحلول التي تصل إليها الأمم المتحدة توصف دائما بأنها حلول طويلة جدا جدا من ناحية الزمن، وحلول لا تمثل ما يريده الليبيون بقدر ما تمثل ما يريده الدول الأخرى خارج ليبيا، وأن هناك ابتزاز مصالح فيما يتعلق بهذه الأمم المتحدة على غسان سلامة أن يتوجهوا إلى حل آخر المشكلة في ليبيا. يجب أن يتم تبني ما يتعلق بمبادرة قادرة على الحل، ستمثل في إمكانية تبني ميلاد جسم سياسي أو مجلس تأسيسي قادر على رأب الصدع وقادر على إعادة إنتاج ليبيا سياسي من أجل الخروج من المأزق. محمود إسماعيل محلل سياسي، شكرا جزيلا لك في هذه المداخلة. قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية: أمامنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيلة السلطة التنفيذية وفرض ترتيبات أمنية حقيقية في العاصمة وإجراء استفتاء على مشروع الدستور. مضيفا في تغريدة له على تويتر إن تعاون الجميع عامل أساسي لاستغلال الفرصة التي سوف تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة على حد تعبيره. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التقى الخميس مع الممثلين من طرفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبد السلام نصية وفوزي العقاب للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة. قال وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالح إن مبادرة الأمم المتحدة التي أطلقها المبعوث الأممي غسان سلامة العام الماضي لم تحرز التقدم المطلوب، مشددا في كلمة له أمام الجمعية العامة في دورتها 73 على أهمية دور البعثة الأممية في دعم الأمن والاستقرار، داعيا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة عند عقد أي اجتماع إقليمي أو دولي معني بليبيا. ودعا سيال المؤسسات المعنية أن تفي بالتزاماتها من إجراءات تشريعية وقانونية للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الجمود السياسي ويوحد مؤسسات الدولة على حد تعبيره. قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونتان وينر إن الانتقال الديمقراطي عملية صعبة في ليبيا والتوافق هو السبيل الوحيد لتخطي هذه المرحلة. وأشار وينر في تصريحات لراديو سي بي اس الأمريكي إن خطة العمل الأممية هي الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة الليبية، داعيا إلى ضرورة إبعاد المجموعات المسلحة من المشهد وإقامة جيش نظامي ضمن إطار دستوري أساسي، مؤكدا على أهمية إنشاء آليات جديدة لتوزيع العائدات المالية بين المدن والأقاليم المختلفة في ليبيا لإرساء الاستقرار في البلاد على حد تعبيره. كما أكد وزير الخارجية التونسية خميس الجهناوي دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة عبر الحوار والتوافق بين أطراف الأزمة في ليبيا. وأشار الجهناوي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تونس تدعم الخطة الأممية بعيدا عن الخيارات العسكرية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي والتدهور الأمني الخطير الذي عرفته مؤخرا العاصمة طرابلس، وتجدد التزامها بمواصلة جهودها في إطار مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبالتنسيق الكامل مع الشقيقتين الجزائر ومصر لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار لتحقيق التسوية السياسية المنشودة عبر الحوار والتوافق على أساس الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة. وتؤكد تونس في هذا الإطار دعمها لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتدعو إلى توحيد الجهود والأطر في معالجة الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات في الشأن الداخلي الليبي وعن الخيارات العسكرية بما يسهم في. بحث رئيس المجلس الرئاسي بالحكومة المقترحة فايز السراج مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح آليات تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية،
وأوضح المجلس عبر صفحته الرسمية السبت بأنه خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس تم مناقشة الأمور الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال الملف الانتخابي، مشيرا على دعم المفوضية لتؤدي مهامها، ومؤكدا على أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار. بحث وزير الخارجية محمد سيالة مع رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا أوليفر سكوك القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 2011. المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أوضح بأن السفير أوليف سكوك أعرب عن استعداده للتعاون مع الحكومة الليبية في إيجاد حلول لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج. نفت وزارة تعليم الحكومة المقترحة إلغاء مدارس التعليم الديني رغم إيقاف المدارس الدينية عن قبول الطلبة للعام الحالي. الوزارة وفي بيان لها على صفحتها بالفيسبوك أكدت إنها تدعم التعليم الديني لما فيه خير وإصلاح لشباب الأمة، وهي تشرف الآن على العديد من المعاهد والثانويات الدينية، وتقوم بإعداد مناهجها وطباعة كتبها والإعداد والإشراف على امتحانات طلابها واعتماد نتائجها، ولا تمانع من إنشاء مدارس عامة أو خاصة طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة. في ذات السياق أكدت الوزارة على أن القرار القاضي بالإيقاف جاء بعد نقاش علمي وتحليلي مسؤول خلال اجتماع مراقبي التعليم شهر أغسطس الماضي بمدينة مصراتة. وكانت وزارة التعليم أوقفت المدارس الدينية عن قبول الطلبة دون تقديم مبررات مقنعة لقرار ما أثار حفيظة الكثيرين. أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن صادرات تونس إلى ليبيا في العام الماضي سجلت 970 مليون دينار تونسي مقابل واردات من ليبيا بقيمة تصل إلى 80 مليون دينار تونسي. جاء ذلك في سياق نفي الوزير لما اعتبره تحريفا من قبل بعض مواقع ووسائل إعلام لتصريح تحدث فيه عن مشروع تبادل النفط الليبي بالسلع والمنتجات التونسية. أعلنت وزارة العمل الفلبينية إن مجلس إدارة العمالة في الخارج بصدد الموافقة على قرار يفرض حظرا كليا على سفر العمالة الفلبينية إلى ليبيا. الوزارة في بيان نشر على صفحة سفارة بلادها في ليبيا حذرت الأشخاص الذين يشتركون ويشجعون في توظيف عمال فلبينيين بليبيا من خلال مخططات منعزلة عن الدولة، مؤكدا فرض العقوبات على المتحايلين على قرارات الحكومة الفلبينية وفق البيان. وأرجع البيان طلب مغادرة العمالة الفلبينية لليبيا إلى الوضع الأمني الذي وصفه بالهش حسب البيان. أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمجلس النواب المنحل قرارا بخصوص إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة للجنة التحقيق، وذلك بخصوص ما أسند إليه من تجاوزات وإساءات استعمال لسلطات وظيفته. وأضافت الجمعية العمومية إنها تسعى لرفع مستوى خدمات قطاع الاتصالات والقضاء على الظواهر السلبية، وكذلك إنهاء حالة الانقسام بالقطاع وتحقيقا لمبدأ الشفافية بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للشركة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني إنه سيضاعف عدد مراكز طرد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.
سيلفيني وفي مؤتمر صحفي له الجمعة في ميلانو أكد أن الهدف هو مضاعفة عدد مراكز الطرد مرتين إلى 3 مرات في منتصف العام المقبل، وذلك لتقليص عدد المهاجرين الوافدين وزيادة عمليات الطرد إلى دول المنشأ، مبينا أن مواطني تونس ونيجيريا يشكلون أكبر وتيرة تدفقات إلى إيطاليا. أردت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة حول الاتهامات التي حملها تقرير قناة BBC حول قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وأشارت الوزارة في بيان لها بأنها فتحت تحقيقا في الجهات المعنية بخصوص الاتهامات الواردة في التقرير لمنتسبي خفر السواحل والشرطة الليبية بوجود انتهاكات وأنشطة غير قانونية، موضحة أن الموقف الليبي واضح وجلي ويتخلص بأنه لا تهاون مع الاتجار بالبشر أو الاستغلال غير القانوني للمهاجرين غير الشرعيين. واتهمت الوزارة سفن وبواخر منظمات الإغاثة بتشجيع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم وقيامهم بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، داعية الشركاء الدوليين بوعودهم بتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة الليبية لمواجهة الهجرة غير القانونية. نشرتنا متواصلة وفيها تواصل فعاليات البرنامج العلمي بمعرض ليبيا الزراعي بمنطقة تمن هند. لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة طرابلس. المعيشة غالية، سيولة ما فيش، إني قاعد هم المواطن كل يوم يجري علي قوت عيشه والله. وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، إن شاء الله ربي يحرقهم وخلاص كلهم على ما فيهم اللي في الحكومة كلهم. أعطونا نرتاحوا بس. نعانوا إحنا الليبيين من غلاء الأمور، ننضربوا بالBBR قدام المصارف. الجو البلاد محروقة، البلاد ضيمة فيش. مية ما فيش. يا ودي كاب فيك وعش متكلم لي يا ودي كاب فيك وعش متكلم لي يا أهلا بكم من جديد. وزعت لجنة الأزمة في بلدية عنزارة مساعدات للنازحين وأهالي المناطق المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة. البلدية وعبر صفحتها الرسمية أوضحت بأن الجهود مستمرة لمحاولة تغطية أكبر عدد ممكن وتوفير الخدمات، مشيرة على استمرارية التواصل مع كل الجهات الحكومية والخيرية لدعمهم. أعلن قسم الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي بسبها عن ضبط مخالفات خلال جولة تفتيشية في مخابز الواقع في محلتي سكرة والجديد بالمدينة. الجهاز وعبر صفحته الرسمية أوضح الخميس بأن المخالفات التي جرى رصدها خلال الجولة تتمثل في عدم استخراج البطاقة الصحية للعاملين وعدم تحقق النظافة العامة للمخبز والنظافة الشخصية للعمال، إضافة إلى سوء تخزين الدقيق داخل المخابز. وحسب ما نشره الجهاز فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تواصلت فعاليات البرنامج العلمي بمعرض ليبيا الزراعي لليوم الخامس على التوالي المقام بمنطقة تمن هند ببلدية وادي البوانيس. الصفحة الرسمية لبلدية تمن هند السبت أوضحت بأن الشركة في المعرض كانت من مدن سوفجين وبنوليد وترهونة وسبها ومنطقة تراغن، بالإضافة إلى وادي عتبة ومدينة درج ومدينة درنة، مشيرة إلى أن فعاليات البرنامج العلمي بالمعرض حول العديد من المحاضرات والورقات البحثية، هذا وقد حضر عدد من المهتمين بالشأن الزراعي والفلاحين. أقيم في مركز التدريب بديوان بلدية طرابلس دورة تدريبية توعوية في مجال خدمات المسح البيئي لغرض حساب الضوضاء والاهتزاز وتلوث الهواء. البلدية وعبر صفحتها الرسمية أوضحت الجمعة بأن الدورة قدمها الخبير الإنجليزي سيمون ويلمز بمشاركة 22 متدربا، والتي تهدف لمساعدة المخططين من تحديد الاتجاهات المرورية والأضرار الهيكلية، إضافة إلى المسائل الصحية المحتملة الناجمة عن حركة المرور الكثيفة والعمليات الصناعية. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اتفاقية مع منظمة العون الدنماركي لمواصلة مشروع إزالة الألغام في سرت. وذكرت السفارة الأمريكية على موقعها في الفيسبوك اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم 1.5 مليون دولار لهذا المشروع، والذي سوف يستمر لمدة 16 شهرا، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة سكان سرت في جهودهم لإحياء مدينتهم بعد تحريرها مما يعرف بتنظيم الدولة. افتتح مصرف الوحدة مقره الرئيسي في سرت بعد إنهاء الجهات المعنية لأعمال صيانته بعد توقفه منذ عام 2015 بحضور عدد من المسؤولين. وكما أوضحت بلدية سرت عبر صفحتها الخميس بأن المصرف أجرى الصيانة اللازمة للمقر الجديد وجهزه بكامل المعدات والأجهزة، مشيرة بأن موظفي المصرف بدأوا عملهم رسميا عقب انتهاء حفل الافتتاح عند تمام الساعة 10 صباحا. بحث وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم بالحكومة المقترحة مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي صلاح البشتي توريد احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي. وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية سمير كوكو توقيع واعتماد عقد تجهيز مستشفى طرابلس الجامعي، حيث سيتم توريد احتياجاته العاجلة عن طريق شركة تشغيل واستثمار المرافق الصحية وبتمويل من صندوق الإنماء الاقتصادي. أعادت اللجنة المركزية للانتخابات للمجالس البلدية السبت عملية الانتخابات البلدية بمركز الشعوى في بلدية الدرج، حيث فتحت محطات الاقتراع أبوابها بالمركز أمام الناخبين من الساعة 9 صباحا وحتى 5 من مساء اليوم وفق ما أعلنته اللجنة المركزية عبر صفحتها الرسمية. وكان مركز الاقتراع بمنطقة الشعوى في بلدية الدرج جنوب غرب البلاد. تعرض يوم الاقتراع في 15 من سبتمبر الجاري لهجوم مجموعة مسلحة سرقت 3 صناديق اقتراع وفق ما أكده حينها رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج عبد الكريم الطيب. في الشأن الدولي، قامت الشرطة الموريتانية بإغلاق مركز تكوين العلماء وسحب ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين التابعين للحركة الإسلامية الموريتانية، مما اعتبره المراقبون تطورا غير مسبوق في التوتر بين السلطة الحاكمة وحزب التواصل المعارض. في ذات السياق توسعت دائرة الاحتجاجات على قرار الحكومة في الأوساط الشعبية لتشمل أطيافا عديدة من الداعمين للحركة الإسلامية وللشيخ محمد الحسن ولد الدادو المشرف العام على المؤسستين.
قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسوريا جيم جيفري الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تتبنى استراتيجية عزلة تشمل العقوبات إذا عرقل بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا. وأضاف جيفري إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون لإعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وأضاف قائلا حتى وإن لم يتم إقرارها في مجلس الأمن فسنفعل ذلك بمساعدة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ذلك بقوله إن الدول الغربية لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية. قال السفير الصهيوني السابق في مصر تسيفي مازال إن لقاء السيسي ونتنياهو في واشنطن دل على وجود علاقات أمنية بين مصر والكيان الصهيوني. وأضاف مازال في تصريح له نشره معهد القدس العربي إن العلاقات الأمنية بين مصر والكيان الصهيوني ما زالت سرية ووطيدة وتطورت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة بعد حكم السيسي. في ذات السياق أشار إلى أن مصر لها مصالح أمنية غير معلنة ولكنها تتجنب ما يثير اهتمامات التطبيع وما يؤدي لكشف هذه العلاقات خاصة بعد مضي 40 عاما على توقيع اتفاقية كام ديفت. ارتفع عدد ضحايا زلزال تسونامي في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 384 شخصا و1000 من الجرحى وفق حصيلة أولية أعلنها المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا. وكانت البلاد قد تعرضت لزلزال على عمق 7.9 كيلومتر مما أدى إلى حدوث هزات ارتدادية قوية جدا ومقتل العديد وتشريد الآلاف من الأسر وسط أوضاع إنسانية صعبة جدا. في ذات السياق ضرب جزيرة لوبوك السياحية الإندونيسية زلزالا قوي مما أدى إلى مقتل أكثر من 430 شخصا وتهجير 70,000 في وقت سابق من الشهر الجاري. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة عن إتمام حفر بئر نفطي تطوري في حقل البوري بقدرة إنتاجية تبلغ 1850 برميلا في اليوم، وذلك باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية في قاع البئر. وذكر المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج في البئر بدأ بالمنصة البحرية رقم 4 التابعة لشركة مليتا للنفط والغاز، مضيفا إن هذا المشروع يعد بداية لعهد جديد لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية في الأبار المستهدف حفرها مستقبلا في حقل البوري. سجلت عقود برنت أعلى مستوى في 4 سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيراني لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من شح في الإمدادات بحسب وكالة رويترز للأنباء. وصعدت عقود خام القياس العالمي بدولار لتبلغ عند التسوية ب 82.70 دولارا للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 82 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 10 نوفمبر 2014، وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4%.
والآن نظرة في درجة الحرارة وأحوال الطقس في أغلب المدن الليبية. في ختام النشرة إليكم أبرز العناوين. غسان سلامة يقول بأن صبر البعثة بدأ ينفذ وبدائل الأجسام السياسية الحالية موجودة. نصية يؤكد بأن الفرصة سانحة لاختيار سلطة تنفيذية جديدة والاستفتاء على الدستور. وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تقول إن إيقاف استقبال طلبة التعليم الديني بالمرحلة الأساسية لغرض التنظيم. كما تابعتم أيضا تواصل فعاليات البرنامج العلمي بمعرض ليبيا الزراعي بمنطقة تمن هند. في الختام دمتم في أمان الله. السلام عليكم.